أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. عدنا بعد الفاصل لاستقبال ضيوفنا الجداد لاستكمال برنامج نبض مصر والفقرة الجديدة فيه. هيستكمل معانا حوارنا في برنامج نبض مصر الأستاذ رأفت نجيب منصور المحامي بالنقد. أهلا وسهلا أستاذ رأفت. الدكتور ماجد جورج عضو لجنة إدارة الأزمات، أهلا يا دكتور. أهلا بك. الأستاذ جورج فهمي أمين لجنة المواطنة بشبرا، شرفتونا النهاردة في برنامج نبض مصر لاستكمال فقراتنا وحوارنا عن الانتخابات الرئاسية التي يخوضها اثنان من المرشحين اللي هو الدكتور محمد مرسي عضو الحرية والعدالة والفريق أحمد شفيق المرشح المستقل. في البداية هوجه كلامي للأستاذ رأفت نجيب، بصفتك محامي، هل ترى العملية الانتخابية النهاردة تمت على أكمل وجه أم أن هناك قصور في بعض الترتيبات الأمنية أو من خلال القضاء ووكلاء النيابة رؤساء اللجان؟ الحقيقة أنا قبل ما أتكلم على الترتيبات العملية الانتخابية أحب أتكلم عن الدور الانتخابي وأقول أن الانتخاب أصلا حق دستوري. الانتخاب فضلا أنه حق هو واجب وطني، فضلا عن ذلك هو التزام ديني، واستشهد بذلك في آية في الكتاب المقدس بتقول في الالتزام الديني بالذات، من الآية اللي بتتكلم على الارتكاب الفعل، إذا كان بإمكانك أن أنت أصلا تعمل خيرا ولا تعمل تستطيع أن تعمل خيرا ولا تصنع فتلك خطية. وهو من هذا المنطلق أقول أن إذا كان في دورك أو بإمكانك أن أنت تؤدي واجبك الانتخابي وحقك الانتخابي وتمتنع عن ذلك فأنت بترتكب خطية. لذلك يجب على كل شاب، وخصوصا أنا أوجه الكلام إلى الشباب بالذات، يجب على كل شاب أن ينتبه إلى ذلك ولا يقاطع ولا يمتنع، بل عليه أن يذهب إلى اللجنة المختصة بمكانه ويدلو بصوته بكل أمانة وللشخص اللي بيرتاح له وبيرتاح إليه ويشعر أنه هذا الشخص سوف يكون الأفضل للوطن. هذا ده أولا. أما عن الدور اللجان القضائية والترتيبات الانتخابية، إذا كانت اللجان القضائية قد أدت دورها على الوجه الأكمل، أنا أقول أن كل عمل إنساني فهو عمل ناقص، ليس هناك كمال إلا لله سبحانه وتعالى. لا شك أن القضاء قاموا وحاولوا واجتهدوا أن أؤدوا الأمانة على الوجه الأكمل، ولكن لكل عمل إنساني بعض العيوب، زي ما حضرتك قلت الكمال لله وحده. بالضبط كده. فهناك بعض السلبيات اللي احنا أصلا، ولكن سلبيات غير مؤثرة، يعني هناك بعض السلبيات ولكن سلبيات غير مؤثرة في إحداث النتيجة وغير محسوسة، يعني زي بعض إن تأخير بعض القضاء عن افتتاح اللجان في مواعيدها، بعض العمليات اللي شابت العملية الانتخابية من الأقلام اللي نسب إليها أنها أقلام أصلا مزيفة، بمعنى أنها بعد إلقاء بصوتك بهذا القلم أن الحبر يزال تلقائيا، بهذه بعض القصور. ولكن يجب علينا أن نوجه الشكر إلى اللجان القضائية لأنهم حاولوا واجتهدوا أن يؤدوا عملهم على الوجه الأكمل بما أتيح لهم من إمكانيات. احنا طبعا بنحترم القضاء وبنحترم الهيئات القضائية التي أشرفت على الانتخابات احترام كامل، وبنرفع القبعة دائما للقضاء الذين تركوا منازلهم وأشرفوا على العملية الانتخابية من صباح اليوم وقبلوا بعض العقبات والصعابات إلى أن تنتهي عمليات الفرز اللي هي تنتهي، أعتقد أنها تنتهي يوم الاثنين إن شاء الله. فإحنا بنرفع للقضاء القبعة. هاجي للدكتور ماجد جورج. دكتور ماجد جورج، بصفتك عضو لجنة إدارة الأزمات، بمعنى إيه إدارة الأزمات؟ وهل كانت هناك أزمات تدار خلال الفترة السابقة على الانتخابات، أم أن هذه اللجنة لها دور آخر غير معناها؟ دور سري. لا، لجنة إدارة الأزمات مقصود بيها معنى الكلمة أنك بتحط، مفيش حاجة اسمها الكنيسة دي مؤسسة كبيرة، مفيش حاجة اسمها أنك بتدير مؤسسة ويحصل مشكلة وساعتها تروح تقف قدام المشكلة وتفكر هتحلها ازاي. المقصود بلجنة إدارة الأزمات ان هي لجنة فيها مجموعة من
ناس من اتجاهات مختلفة بيمثلوا نواحي قانونية ونواحي اقتصادية، نواحي سياسية، نواحي يعني اختلاف المجالات. بندرس ملفات متوقع ان الكنيسة ممكن تقابلها في الفترات اللي جاية. الملفات ديت المطلوب ان احنا بندرسها ونجهزها ونقدمها لصاحب القرار. اللجنة دي لما انشأت كانت رئيسها كان قداسة بابا شنودة، والنهاردة يعتبر ان رئيسها هو قائم مقام. اللجنة بتشتغل مع في كل ملف ليها على حسب الأسقفية او المكان اللي فيه المشكلة تشتغل معها. يعني مثلا لما كان في احداث امبابة فكانت لجنة بتتعاون مع بروشية الجيزة. لو النهاردة كان في ماسبيرو فكان من خلال سكرتير القداسة البابا الأنبا أرمية. لما جينا في الأربعين تعرف بعد لما حصل بعد الجنازة كان حصل شوية لخبطة في التنظيم، فدخلنا ان احنا ندير التنظيم بتاع الأربعين بتاع قداسة البابا. الحمد لله طلع كويس، وكان هنا كان ساعتها مع الأنبا بولا كويس. النهاردة احنا فاحنا المقصود بينا ان احنا بنجهز ملفاتنا وبنقدمها لصاحب القرار. ده من جزء. الجزئية التانية لو النهاردة في بعض البروجكت اللي هي مطلوب انك انت حد مع المشاريع حد يدخل ان هو يديرها، فاحنا بنتقدم ان احنا نقوم بإدارة المشروع دوت، وبناء على كده صاحب القرار بيدينا الاوكي على كده وبنشتغل عليه. فمثلا النهارده احنا عندنا الانتخابات، المطلوب في الانتخابات كان حاجة واحدة. انت عندك النهارده المواطن او المسيحي في بعض الاحيان، طبعا بالمناسبه اللجنه احنا وسعنا الدور بتاعها ان هي تبقاش بتباشر او بتدير الازمات بتاعه الاقباط الارثوذكس. انك انت النهارده الفتره اللي انت بتتكلم عن المسيحيين عموما سواء ارثوذكس او كاثوليك او بروتستانت، وبالتالي الجديد في الكلام دوت ان احنا في الفتره اللي فاتت قابلنا قيادات جميع الكنائس الثانيه طوائف الكنية، على اعتبار ان احنا ينضم للجنه بتاعتنا ممثلين الطوائف الكاثوليك والبروتستانت والانجليزي وهكذا، وتم التنسيق بينهم. وتم التنسيق على كده. ليه؟ لانك انت لو النهارده واجهت مشكله، المشكله دي مش هتيجي تقول انا حاجه الارثوذكس بس او الكاثوليك بس، بتواجه المسيحيين كلهم. فلما جينا في الموضوع بتاع الانتخابات كان مطلوب انك انت النهارده تامن، لان كان في بعض في المرحله الاولى في الرئاسه كان في بعض القرى وبالذات القرى بتاعت الصعيد او في بعض النجوع وبلاد كده في بحر كمان، كان حصل تهديد للمسيحيين اللي فيها من ان هم يدخلوا في الانتخابات. طبعا بعض الاحيان تلاقي قريه بالكامل معظمها مسيحيين كويس. فاحنا الدور بتاعنا كان حاجه واحده، انشانا غرفه عمليات واعلنا عن 9 نمر الناس تصل بيها، ده على مستوى كل كيفيه الاعلان يا دكتور. يعني دكتور ماجد انا شخصيا ما عنديش ارقام تليفونات، فهل ارقام تليفونات معلنه في ويب سايت معين او معلنه هي ازاي بحيث ان اللي هو في القرى يقدر يوصل للجنه اداره الازمات؟ هو احنا طبعا العمليه بتبقى مركزيه من خلال الاسقفه، والاسقفه بيوزعها على المجموعه الابراشيات بتاعته والكهنه اللي معاه، وهم بيوزعوها على الشعب. اذا هي عمليه داخليه في الكنائس بالفعل كويس، بس على مستوى جميع الطوائف. تمام، دي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه، انت كان النهارده الدور بتاعك حاجه واحده، الدور بتاعك انك انت بتوصل المواطن المسيحي ان هو يوصل لجنة الانتخابات، يدخل جوه اللجنة يقول ايه، يختار مين، ده حقه بتاعه، حق مقتول. انت بتدخلش هو يقول رأيه ايه، انما انت بس مجرد انك بتأمن له الوصول لدوت كويس. وده برضو الواحد يشيد ان الدولة تعاونت معانا في غرفة العمليات ديت على اعلى مستوى، وبالذات وكمان بالشرطة العسكرية، فيعني كان في تعاون مثمر في الموضوع دوت. احنا في اليومين اللي فاتوا احنا ابتديناها امبارح اللجنه غرفه العمليات ديت، وهتستمر لغايه بكره بالليل. هي شغاله ال 72 ساعه دول بالكامل، يعني لو حد اتكلم الساعه 3 الفجر النهارده هيلاقي في ناس بترد عليه، وبناء على كده احنا شغالين ومتصلين بالجهات الامنيه على اعلى مستوى الحمد لله. اذا عشان نكون يعني ندي للمشاهد الكريم صوره واضحه عن لجنه اداره الازمات، هل اللجنه هيكون ليها دور في لجان الفرز؟ هيكون ليها دور في لجان الانتخابات، ولا هي لجنه داخليه تابعه للكنيسه احنا فقط؟ دي لجنه تابعه للكنيسه بتامن ولاد الكنيسه او المسيحيين في مصر ان هو يوصل للجنه بتاعته. هي يعني نقدر نقول انها لجنه توعيه.
انا بوعيش انا جاست ان انا بامن الوصول. حضرتك في حد اتعرض يعني ايه نوع المكالمات اللي بتجيلك؟ حد بيقول لك النهارده انا رايح للجنه وفي حد مانعني او في حد هددني، يبقى انت منظمه حقوقيه تقريبا. انت لا لا انا بشتغل مع الامن، مع الامن. انا على طول بيجي لي مشكله بتصل بالامن، بتدخل، بنوقف الكلام دوت، او الناس اللي هددت بتاخد عليها تعهدات ان هي ما تقومش بحاجه زي كده، او لو حصل حاجه زي كده بيبقى هي مسؤوله عن الكلام دوت. كويس. احنا نتمنى ان احنا نحصل على ارقام تليفونات اللي هي اللجنه بحيث ان احنا ننشرها. هو دلوقتي كنترول وصل لارقام تليفونات اللجنه، ارقام تليفونات اللجنه منشوره اوريدي، اللي عايز يكتبها ويتصل في حاله حدوث اي شيء طارئ او في حاله حدوث اي مضايقات يتصل بلجنه اداره الازمات، ولجنه اداره الازمات هتقوم بالواجب وتبلغ الامن. هنروح للاستاذ جورج فهمي امين لجنه المواطنة بشبرا. بصفة حضرتك أمين لجنة المواطنة بشبرا، وشبرا بيها عدد كبير من المسيحيين وفيهم الكثير والكثير من فئة الشباب، دور لجنة المواطنة قبل الانتخابات، هل احنا قمنا بدور توعية ومتابعة للشباب لنزوله، وهل كان الشباب متقبل هذه التوعية أو لا؟ الحقيقة احنا لقينا قدر كبير من الشباب كانوا متعاونين معنا، لدرجة ان في ناس كانت بتساعد معنا في ان هم يطلبوا من الجمهور او من الشعب بصفة عامة ان هم يتوجهوا، وفي ناس قعدت ساعدت في خروج البيانات من اللاب توب عشان خاطر يفهموا اللجنة بتاعته فين ومكانها فين، وفي شباب تعاون وبقى ياخد الناس اللي هم الكبار في السن ويساعدهم بعربياتهم الخاصة ويوصلهم لغاية اللجان الانتخابية الخاصة بيه، فكان في قدر كبير من المساعدة، وده كان دور لجنة المواطنة في المقام الأول من البداية. دور لجنتها ان احنا بنعرف انت دورك ايه، ان انت المفروض عليك واجب وطني واجب روحي انك انت تنزل تنتخب، انك انت نساعدك انك انت تعرف لجنتك فين، نساعد كبار السن ان هم يتوجهوا الى لجانهم، بنأكد على الشباب أهمية نزولهم للانتخابات. ولكن وجدنا بعض الشباب، بعض ما بقولش كل، ما اقدرش اقول هو عمم الموضوع، ولكن حاجه مش شموليه، مش شموليه، انا بتكلم على بعض الشباب اللي بدا يقاطع بدعوى ان المقاطعه هتفيد، ان المقاطعه هتساعد ان هو يوصل صوته ان احنا معترضين على وضع احنا مش راضيين عنه. فبدانا نفهمه نقول يا جماعه ما ينفعش الكلام ده، انت هل المقاطعه دي مقاطعه قانونيه؟ يعني هل اذا حضرتك انت دخلت وابطلت صوتك مثلا على سبيل المثال هيوصل ابطال صوتك ده للناس القائمين على ذلك، ولا هتبقى في النهايه في ايدين الراجل الواقف على الصندوق بيعرف بيبص في الاستماره ده صوت او دي استماره ملغيه يروح حاططها على جنب، فانت مقاطعتك ما وصلتش زي ما انت متخيل، هي دي ده شيء غير قانوني، فبالتالي لازم احنا نخلي بالنا من النقطه دي. النقطه الثانيه اللي عايز اتكلمها في موضوع الشباب برضو اللي هم بيبقوا عايزين يقاطعوا، هل انت شايف ان مقاطعتك هتجيب حاجه ايجابيه ولا هتؤدي لنتائج عكسية؟ يعني هتأثر على أمالك وطموحاتك في اللي انت عايزه ولا نتائجها هتكون إيجابية؟ فهتكون بالنهاية بتؤدي إلى نظام ديكتاتوري انت مش عايزه ونظام سلطوي. المقاطعة تعطي صوتك للمرشح الآخر الذي قد لا تريد أن يأتي في السلطة. بالضبط كده، بالضبط كده، ممكن يأثر على طموحاتك وأمالك بعد كده مستقبلك، فبالتالي نرجع نندم بعد كده نقول يا ريتنا ما كنا قطعنا وما وصلنا للمرحلة دي. يعني أنا عايز أقول إن إحنا في لحظة تاريخية، أنا شايف إن التاريخ النهاردة بيتكتب، يعني نساعد النهاردة في صنع التاريخ، يا إما أجيال بعد كده هيجوا يحاسبونا ويقولوا إن إحنا قصرنا في حق بلدنا وفي حق وطننا وفي حق الأجيال اللي جاية بعد كده. ولادنا هيحاسبونا بعد كده، هيقولوا لنا أنتوا ساعدتوا بإيجابيتكم إن إحنا نوصل لمراحل كويسة أو لنتيجة إيجابية، يا إما بسلبيتكم وبمقاطعتكم أنتوا كنتوا السبب في النتيجة السيئة اللي إحنا وصلنا لها. وده بالفعل إحنا عاملين كاريكاتير عندنا في القناة، بإن بنقول إن المقاطعة دي أكنك أنت بتدي الحق إن البلد تتسرق. بالظبط كده. فلو أنت قطعت ده مش في صالح الجميع، ولكن انزل واختار مرشحك بنفسك وقول انا عايز المرشح الفلاني، واحنا كمصريين هنقبل نتيجه السنه دي للانتخابات باي شيء. هنرجع للاستاذ رأفت
ونقول ان على لسان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بتقول ان الولايات المتحدة منخرطة في التشاور مع مصر وتتابع التطورات التي فيها. دلالة ان بعض الدول الغربية وامريكا متابعة للعملية الانتخابية ومتابعة للحالة السياسية في مصر، هل ده بيعطينا دلالة معينة عن اهمية مصر كنقطة محورية في العالم، ام انها متابعة لاغراض معينة؟ هو مما لا شك فيه ان مصر دائما هي قلب العروبة، ومصر دائما هي التاريخ. اذا كانت مصر قائمة فدول المنطقة كلها قائمة وموجودة، إذا سقطت مصر سقط العالم العربي بل الشرق الأقصى والأوسط كله. فلا شك أن مصر فعلا دور فعال في المنطقة، فمتابعة الدول الغربية أو دول أو أمريكا ده نابع من أهمية دور مصر في المنطقة. فعندما تكون مصر قوية لا شك أن العالم يعتمد على مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وده يمكن ده إحساس مش دول أوروبا ودول أمريكا فقط لغير، بل الدول الأفريقية والدول العربية والدول الأسيوية بأكملها تشعر بدور مصر. فمصر لها دور هام وقوي وفعال على مستوى العالم ككل. من هذا الدور نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية ونجد أن الدول الغربية تهتم بكيان مصر وبدور مصر ومتابعة الحياة الديمقراطية في مصر. متابعة الحياة عموما مش الحياة الديمقراطية، احنا معمول علينا فوكس او محطوطين تحت المنظار ان العالم كله بيتابع ماذا يجري في مصر سواء من بداية الثورة او ما بعد الثورة الى وقتنا هذا. هاجي للدكتور ماجد، طبقا برضو لكلام هيلاري كلينتون بتقول ان موضوع الانتخابات دوت سوف يقرر مستقبل مصر، والذي سيقرر مستقبل مصر الشعب المصري، فانه زي ما هي بتقول انه على قدر المسؤوليه في تقرير مصيره. حضرتك شايف كمتابعه للعمليه الانتخابيه النهارده، هل العمليه الانتخابيه قامت بالنسب التي كنا نصب اليها او نرجوها؟ اللي حصل النهارده ان اللي نزلوا حوالي 3 4 مليون من اصل حوالي 50 مليون ناخد. فراي حضرتك في اللي قالته هيلاري كلينتون واللي احنا عملنا او اللي حصل النهارده؟ هي اللي قالته مظبوط، واللي حصل دوت بالفعل احنا هنشربه. هي بتقول لك النهارده حضرتك النهارده الشعب المصري بيقوم بمسؤوليته، فلو انا ما قمتش بالمسؤوليه بتاعتي محدش هيبكي عليا الا نفسي. بمنتهى البساطة، لو انا اهدرت في حقي، لو انا اهدرت في حق ولادي، لو انا اهدرت في حق احفادي، ان القرار اللي انا هاخده النهاردة ده هيتبني عليه 200 سنة قدام. فلو انا النهاردة بالفعل قصرت في الحق بتاعي وفي الحق بتاع ولادي وفي الحق بتاع احفادي، بعد 200 سنة هيقول والله ده كان من 1000 سنة كان في اقباط قبلوا ان هم يضحوا بنفسهم، قبلوا في حاجة اسمها عصر الاستشهاد، قبلوا ان هم يدفعوا من حياتهم ومن حريتهم عشان خاطر ان هم يحافظوا على حاجة اسمها اقباط مصر الارثوذكس او اقباط مصر الكاثوليك او مسيحيين مصر نقول بالاخر. واحنا النهاردة لو قصرنا فاحنا مش رحنا حبينا ان احنا نضحي بنفسنا، احنا حبيش ان احنا نضحي بنفسنا ان احنا نقف ساعتين في الطابور وننزل في الانتخابات. هذه ليست تضحية بالمقابل تضحية اللي هو القديسين والشهداء زمان. هذه ليست تضحية، يعني دي حاجة تحزن ان النهاردة بقى عندنا فرصة ان احنا نستعيد بلدنا ونرجعها تاني ونقف بيها كلنا عشان نحافظ عليها مسلمين ومسيحيين، ونروح نقصر في الحق دوت ونقوم ننزل النهاردة ما يوصلش 20% من الشعب المصري، ونيجي بعد كده نقول البلد دي هيتسرق مننا ازاي. احنا بنعمل يا دكتور زي اكن واحد نايم وفاتح الشباك بتاعه في الدور الارضي وبيقول ربنا يسترها. ربنا هيسترها لما نقوم بالخمس خبزات بتوعي. استاذ جورج، في ظل الزخم السياسي وظل زخم الانتخابات اللي احنا عايشينه، هل الشباب اللي انت اوريدي بتتعامل معاهم في لجنه المواطنه ملتفين تحت قيادة ثورية معينة، تحت لواء معين، تحت علم معين، أم أن الشباب ليست لهم قيادة وكل واحد ماشي بدماغه؟
هو للاسف احنا لاحظنا الكلام ده اثناء الثوره، يعني لسه النهارده احنا لسه بنقول الثوره بتتسرق. طب ايه اللي خلى الثوره تتسرق؟ ان النهارده بقى في كل مجموعه مستقله بذاتها، كل واحد بيطلع بيان بيناقض بيه الاخر، فعشان كده الثوره اتسرقت مننا. لكن لو الثوره كان ليها شخصيه قياديه او قائد مسؤول عن الثوره، يبقى ساعتها كان هيبقى التعامل مع القائد، والقائد هو بيوجه الثوره. لكن النهارده انا اقدر اقول بكل فخر الثوره اتسرقت مننا. طب بكل فخر ليه؟ لأن احنا بنقول كل ده بكل حزن. يعني انا مش عايز اقول بكل حزن للاسف، ولكن يعني انا يعني كل لبيب بالاشاره يفهم زي ما بيقولوا، عشان ما احبطش الشباب. او احنا طبعا في بدايه الثوره كان الدكتور محمد البرادعي هو قائد الثوره الحقيقيه، والدكتور محمد البرادعي كان بيدعو الثوار، وكان الفيسبوك كان الحملات اللي عملها الدكتور البرادعي عشان لازم ندي لكل واحد حقه، كان قائد الثوره الفعلي من سنه ونص قبل قيام ثوره 25 يناير. ولكن احنا عندنا مشكله فعليه، ان بعد قيام الثوره حضرتك ذكرت ان الثوره ابتدت تتسرق، وابتدى يركب عليها من ليس هم ثوار، وده اللي ادى للي احنا فيه دلوقتي، ان الثوار مش موجودين وليس لهم لواء يلتفون حوله او تحته. علشان كده احنا بنقول الثوره قد سرقت، ولكن في تعبير اخر بنقول ان الثوره مستمره، ولكن مستمره بقياده جديده سيختارها الشعب من خلال الانتخابات الحاليه. عايز اضيف على حضرتك نقطه، ان الثوره ما قامتش عشان نصنع نظام أسوأ مما كان، هو ده للاسف اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. احنا ما قمناش بالثوره، او الشباب ما قامش بالثوره عشان ياتي بنظام أسوأ من النظام اللي كان قائم. فدي نقطه مهمه لازم الشباب يدركوها ويخلوا بالهم منها. انت قمت بالثوره عشان تعدل من حال البلد، عشان خاطر انت تلاقي عمل، عشان خاطر مشكله البطاله والمشاكل كلها اللي احنا شايفينها ولمسينها وحاسين بيها في الشارع. لكن بالنهايه انت النهارده قمت بالثوره وسبت الميدان وقعدت تتفرج على الميدان من بعيد. طب انت سبت الميدان ليه؟ ما تنزل وتصنع مستقبلك بنفسك وبايدك. مشكلتهم النهارده كل واحد يعني اي كلمه او اي مقوله بتتمرر للشباب بيتلقفوها بدون فهم وبدون وعي، وبتبدا تنتشر من غير ما يدركوا ما المغزى من هذه المقوله اللي وصلت لهم. يعني على سبيل المثال احنا كنا لسه بنتكلم على موضوع المقاطعه مثلا. طب ايه المغزى من موضوع المقاطعه؟ مين بعتها لهم؟ تلقفوها ازاي؟ ودي ممكن تكون رساله موجهه بشكل اخر للنجاح مرشح على حساب مرشح كده اخر. بالظبط كده. ولكن بعض الشباب لحد دلوقتي مش فاهمين الحته دي. هو ده اللي انا عايز اوصله لحضرتك، ان احنا في كوره كده بتتبعت لنا، احنا بناخدها وبتكبر بقى عندنا، الاشاعات بتبتدي تكبرها وتبقى زي كره التلج اللي ما بتكبر بعد كده ما بنعرفش نقف قدام منها. هي دي الاشاعه اللي احنا نرجو ان يصل صوتنا لجميع الشباب وجميع الذين يريدون مقاطعه الانتخابات. في نهايه الفقره احنا لسه عندنا فقرات تاني، برنامج نبضه مصر مستمر معاكم، ولكن ضيوف الاعزاء سيتركونا وسياتي الينا ضيوف اخرين. في نهايه الفقره ارجو من ضيوف الاعزاء يقولون توصيه للشعب المصري عموما بكل طوائفه، سواء مسيحي او مسلم، ارثوذكسي، بروتستانتي، كاثوليكي، شيعي. نحن نريد ان نوصل رساله لكل الشعب المصري. هبدا بالاستاذ رأفت، تفضل. حقيقه انا احب اوجه كلمتي للشباب بصفه خاصه، لان معظم اللي نزل النهارده وادلوا باصواتهم هم كبار السن، لكن الشباب معظم الشباب عزفوا عن ان يؤدوا دورهم. فانا ببعت رساله للشباب وبقول ان مصر امانه في ايديكم، اذا ضيعتموها فلا ينفع ندم بعد ذلك، ستحزنون طيله عمركم وعمر ابنائكم. واذا اتى فصيل معين وجلس على الكرسي فلن تستطيعوا بعد 300 سنه، وانا بعيدكم اهو، بعد 300 سنه لن تستطيعوا ان تزحوه عن الكرسي، لا بثورات، ولن يسمح لكم بنزول ميادين، ولا تسمح لكم بثورات ولا احتجاجات ولا تعبير عن آراء في صحف، ستموتون وأنتم أحياء. فالأمانة تستدعي وتستوجب أن تؤدوا دوركم غدا، 24 ساعة فقط سيكون لها المصير في تحديد مصير مصر ومستقبلكم ومستقبل أبنائكم وأبناء أبنائكم من بعدكم. فانزلوا، انزلوا من فضلكم، انزلوا وشاركوا وأدوا الأمانة التي عليكم. فأنتم إن لم تؤدوا الأمانة فأنتم ترتكبون خطية. نعم ترتكبون خطية، فأدوا الأمانة، أرجوكم أدوا الأمانة. دكتور ماجد، أنت حر أنك تاخد قرار يعود عليك،
انت حر انك تاخد قرار لو اللي هيدفع ثمنه هو انت، انما انت مش حر انك تاخد قرار يروح يضر كل اللي حواليك. الحريه تقف عند حريه الاخرين. فعلا. انت النهارده ممكن تبقى شاب بس بعد كام سنه هتبقى جد مش بس اب. عيب جدا انك احفادك في يوم من الايام يبصوا لك ويقولوا لك انت قصرت في حقوقنا علشان ما وقفتش لبلدك، ما وقفتش وقفه مظبوطه، وكان في نقطه المحك اللي تحول بلدنا دي انها تنط بقى من اول وجديد، انت سبتها ترجع لورا 200 سنه ورا. استاذ جورج، كلمه الى شباب مصر بصفتك امين لجنه المواطنه بشبرا. ارجوكم لا تنخدعوا بالشعارات اللي بيصدرها لينا البعض المستفيد من عدم نزولكم. اقولها لكم تاني، ارجوكم لا تنخدعوا بالشعارات اللي بيصدرها لكم المستفيدين من عدم نزولكم. نزولكم الانتخابات المصريين كلهم حياة او موت، هو انك انت تختار بارادتك مستقبلك ومستقبل ولادك. وبرجع بقولها لك تاني، اولادك هيحاسبوك على انك انت ما نزلتش او انك انت تكاسلت. التاريخ النهاردة يصنع اقباط 2011، او مش هقول اقباط 2011، انا بقول المصريين كلهم. المصريين كلهم، مصريين 2011 او 2012 عليهم مسؤولية خطيرة، هتحاسبوا على هذه المسؤولية، والتاريخ هيسألكم على المسؤولية دي اذا كنتوا ايجابيين او سلبيين. احنا بنشكر ضيوفنا الاعزاء، الاستاذ رأفت نجيب المحامي بالنقد، الدكتور ماجد جورج عضو لجنة ادارة الازمات، الاستاذ جورج فهمي امين لجنة المواطنة بشبرا، شرفتونا. اعزائي المشاهدين، انتظرونا بعد الفاصل مع ضيوف اخرين فبرنامج نبض مصر مستمر معكم. Thank you.